السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. وتغطيتنا اليوم من معرض أوتوسيتي النادر للسيارات، موقعهم الرياض، معارض القادسية، شارع وادي الرمل. متابعين الكرام، معرض أوتوسيتي النادر عندهم العديد من أنواع السيارات، سواء السيارات الشعبية أو حتى السيارات الفاخرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا عندهم تطبيق على الاندرويد وعلى الايفون، كل عليك تبحث عن معرض أوتوسيتي وتحمل التطبيق. التغطية اليوم متابعين الكرام عن مرسيدس بنز، سيارة الجراند كوب الصغيرة CLA 250. طبعا سيارة اعتقد انها وارد المانيا، فئة اديشن، سيارة جديدة اصفار فيها مواصفات مميزة وجميلة. السيارة طبعا هذه نفس شقيقتها اللي هي A كلاس، لكن هنا على طراز كوب أكثر. طبعا هذه فئة CLA 250 إديشن، زي ما تشوفون دي حتى لونها مختلف، سعرها مع الضريبة 255,000 ريال. تلاحظون لونها مطفي، سيارة جديدة أصفار. طبعا من سيارات السيدان صغيرة الحجم. لكن المحرك الوسطي، ما راح نقول الصغير ولا نقول الكبير، لكن المحرك الوسطي طبعا لان الكاميرا فاتحه، مشغلين الكاميرا فطالع العلامه فوق. طبعا محرك الفين سي سي حقها توربو، اعتقد حدود 221 حصان تقريبا. الجير اوتوماتيك على الفئه هذه 7 سرعات، نفس جير الستاندر. في فئه اعتقد 45 تجي بجير 8 سرعات توبترونيك. نظام الدفع على الفئه هذه فهو امامي. على فكرة هذه أعتقد أول سيارة في مرسيدس تجي دفع أمامي. المواصفات الخارجية، سقف بانورامي الخاص بفئة الكوب زي ما تلاحظون، لون السيارة المطفي الخاص بالفئة هذه زي ما قلنا، السيارة هذه فئة إديشن. طبعا تجي إضاءات LED فول LED ما شاء الله تبارك الرحمن، عدة عدسات. طبعا سيارة تجي بكتات رياضية، تطعيمها باللون البرتقالي على الصدام الأمامي كذلك الخلفي وعلى أطراف جنوط السيارة. السيارة طبعا عدد فيها 6 حساسات أمامية. ما شاء الله سيارات مرسيدس دائما مواصفات الأمن والسلامة، وأيضا مساعدة السائق تكون موجودة فيها حتى الفئات الستاندر. طبعا السيارة ما شاء الله مقاس جنطها اللي هو 19، طبعا جنوط AMG، وتلاحظون اللون البرتقالي اللي عليها. مقاس الكفر هو 225-40، ومقاس الجنط 19. نوع الكفرات بريجستون، هوبات رياضية زي ما تلاحظون مفتحة. عندنا إشارات بالمراية، مراية باللون الأسود، التطعيمات جاية باللون الأسود، ما في كروم عشان السيارة رياضية، فلمسات الكروم تجي فيها دائما شبه معدومة إذا ما كانت معدومة بالكامل زي هذه السيارة. من الخلف طبعا ما شاء الله هي تختلف صراحة عن فئة الاي كلاس، تقريبا من هذه شبيهة بالاي كلاس باستثناء غطاء المحرك اللي يجي على طبعا هنا مختلف. هذه فئة الاي كلاس، لاحظوا طبعا الاي كلاس تجي فريمات كاملة، على عكس ديك تجي فريم ليس. حتى الخلفية السي ال اي تختلف عن الاي كلاس، لكن في المنطقة هذه والطبلون والاشياء الثانية كلها نفس الشيء تقريبا باستثناء غطاء المحرك. طبعا لاحظوا غطاء المحرك، هذه سي ال اي الخطوط اللي هنا، وهذه الاي كلاس. طبعا في اختلاف بالتصميم خفيف، لكن السيارتين نفس الشيء، حتى محركاتهم نفس الشيء. تلاحظون الداخليه طبعا هذه البيج، وهذه داخليه الاي كلاس، متقاربين جدا صراحه، شبه كبير كبير جدا بالسيارتين. يعني في الرفارف تبي تلاحظ ان السي ال اي، طبعا هذه فئتين اي كلاس، السي ال اي بدون خطوط هذه، لاحظوا. والله يشبهون بعض حيل، يعني صراحه صعب تفرق بينهم، خاصه ثنتينهم دفع امامي. عموما نرجع للسي ال اي. طبعا تجي اضاءات ال اي دي ما شاء الله فل ال اي دي، سي ال اي 250، تطعيمه باللون البرتقالي كذلك صدام خلفي. فتحات شكمان وهميه، فتحات الشكمان جايه تحت صراحه،
هنا جايه فتحتين طبعا. وللمعلوميه السي ال اي تجميع الماني، هذا اللي لاحظته. الاي كلاس اللي شفته انها تجميع مكسيكي، فشيء صراحه غريب. طيب بنفتح الشنطه، ما نقدر، لازم نطفي الكاميرا عشان نفتح الشنطه صراحه، حوسه شوي. طيب بسم الله، طفي الكاميرا. ما طفت، لازم تحط دي مقوله. تفتح عادي ما في اي مشكله، بس تشدها شوي. طبعا هذه مساحه الشنطه الخلفيه، قواعد اللوح الى اخره. ما فيها سبير بعد، غريبه صراحه. انا الخبر حتى لو كانت رن فلات لازم يجي فيها سبير. طيب طبعا فريملس، هذا هو فريملس، ما في فريم على الابواب. هذه مفاتيح السياره. طبعا المفاتيح، الشيء الغريب اللي لاحظته على كثرة المواصفات بالسيارة، لكن نظام الدخول ما هو ذكي، عن طريق الريموت. لازم تفتح السيارة عن طريق الريموت، بتشوف الداخلية الجميلة هذه الخاصة بالإديشن، المقاعد بالتصميم الرياضي الجميل والأنيق، الصف الخلفي، الإضاءات ما شاء الله، شكل مرتب من الخلف. طبعا المقاعد جلد بالوسط شموا، حاملات أكواب. طبعا كرسي السائق كهربائي، كرسي الراكب يدوي. السيارة 255,000. بسم الله، أعتقد هذه مواصفات ألمانية بعد. طفي فليشر. طيب نولع الإضاءات، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه السيارة من الداخل، طبعا فيها بروجيكتور عشان تحديد المسار الى اخره. ذاكره تخزين كرسي السائق، تطعيمات باللون الرصاصي او الفضي معليش. عندنا الزجاج بالكامل كهربائي، اوتو لمسه واحده، المرايه كهربائيه فيها خاصيه الطي، السنتر لوك. طبعا هنا فتح الشنطه الخلفيه، الجرنت الكهربائي، الانوار، تحكم في مستوى الاضاءه الداخليه، لمبه الضباب الخلفيه، الاضاءات المحيطيه اللي موجوده على الطبلون ما شاء الله، تصميم جميل، مقود رياضي شاماه من هنا، وجلد من الاعلى والاسفل. تحكم طبعا هنا بنثبت السرعه وتحديد المسار الى اخره. طبعا فيها الرادار. عندنا هنا الماوس خفيفه عشان الشاشه هذه. طبعا هذه حركه مرسيدس الجديده، جير اوف فان خلف المقود. طيب عدادها الشاشه زي ما تلاحظون ما شاء الله، تحس انها كانها قطعه واحده، لكن هو شاشتين منفصلات عن بعض. طبعا هذا عداد السياره، عفوا هذه شاشه السياره، شاشه معلومات بكاميرا خلفيه. طبعا يبغى لها برمجه عشان تحولها عربي. الشاشه تاتش او ماوس من هنا. طيب عندنا هذا مكيف السياره زي ما تشوفون. طبعا في وضعية اوتو، وعندنا هنا منفذ تايب سي، اتاكد هنا في شاحن لاسلكي موجود. عموما هو موجود شاحن لاسلكي، بس يشتغل على طول او لا افك كفر جوالي. بعض سبحان الله بعض الشواحن الجوال يكون فيها النظام بس ايه خلاص موجود يشحن. طيب شحن لاسلكي موجود، حاملات الاكواب درجها. طبعا عندنا هنا تحكم في وضعيات القياده، عندنا ايكو، اندفيدجوال، وعندكم سبورت وكومفورت وايكو، ثلاث وضعيات قياده. طبعا فيها صوت كذا نغم خفيف. عندنا هنا الكاميرا الخلفيه شغال بطريقه الزر. طبعا هذا اختصار للسياره، للبروجيكتور، تراكشن الى اخره، مختصرات يعني عن قياده السياره الى اخره. طبعا هذه مفضله. وعندنا هنا تليفون، الراديو، النافيجيشن. برضو النافيجيشن لاحظت انه مو شغال بحكم السياره وارد. طبعا تشتري وارد خليجي
لا يكون شغال ما عندك اي مشكله تكون فيها لغه عربيه. طبعا كلهم على الضمان حسب معلوماتي ان الشركه تعطي ضمان عليه سنتين عداد كيلومتر مفتوح. الخليجي يمتاز انه يكون مواصفات اللغه العربيه لاخره نفس السعودي. بالنسبه للمثل وارد امريكا وارد الماني لا يكون في اختلافات بسيطه. طبعا السياره فيها النقطه العمياء، المرايه الداخليه تاتي من وراء السقف ال اي دي، شماسة السائق فيها مراية مع إنارة أكيد، كذلك شماسة الراكب، طبعا في مخدات للركب، هنا مساحة تخزين، وفي منفذين تايب سي. طبعا خريطة بس ما تعطيك الشوارع، تعطيك المكان اللي أنت موجود فيه. فصراحة شيء غريب، ما أدري يعني هل يختلف في النظام أو شيء. طيب خلينا نروح للإضاءات الداخلية. طبعا من هنا نغير على مزاجنا، تلاحظون كيف صارت، تقدر تلعب فيها على مزاجك. يعني ما في ورا خطوط زي الأمام، بس إنه في برضو إضاءات. هذه هي ابرز المواصفات متابعيني الكرام. طبعا مواصفات الامن السلامه، فرام الاي بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباك للساق والراكب، ارباكات جانبيه، وعدد 5 احزمه امان، النقطه العمياء، تحديد المسار والرادار، طبعا كلها موجوده، وحافظ الله عز وجل قبل كل شيء. طولت عليكم متابعيني الكرام، اتمنى تكون عجبتكم. هذه مرسيدس طبعا سي ال اي، سياره طبعا الجراند كوب، يعني 4 ابواب بس تصميمها كوبيه، من مرسيدس بنز، اصغر سياره بهذه التفاصيل. طولت عليكم، السلام عليكم.